10 سنوات من الإنجازات، طفرة في المنظومة الصحية برعاية المبادرات الرئاسية. توفير حياة كريمة لكل المصريين على كافة الأصعدة هو ما سعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار 10 سنوات، وتمثل المبادرات الرئاسية ونجاحها على مدار الأعوام السابقة لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم مردودا إيجابيا على التخطيط الصحي. في مقدمة هذه المبادرات كانت مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، وكذلك مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، إلى جانب مبادرة فحص المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى مبادرات رئاسية لدعم صحة الأم والجنين والأطفال حديثي الولادة وطلاب المدارس والكشف عن الأمراض الوراثية والرعاية الصحية لكبار السن. تحديداً مبادرة 100 مليون صحة منذ انطلاقها بشهر سبتمبر 2021 وحتى اليوم تم من خلالها فحص 6,777,000 مواطن. أيضاً بتأتي مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لتخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن على رأس المبادرات الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية العاجلة. وتشمل المبادرات جراحة القلب، العظام، الرمد، الأورام والقصطير المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى وزراعة الكبد وزراعة القوقعة، وهي مبادرة مجانية بالكامل. أيضا تم إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة في يوليو 2019 بهدف تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، حيث تم فحص أكثر من 24 مليون سيدة بداية من سن 18 عاما. وعلى صعيد المبادرات الصحية لرعاية الأطفال أكبر من عامين وطلاب المدارس والبالغين، فقد تم إطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلي الشوكي في يوليو 2021 بهدف توفير العلاج لمصابي الضمور العضلي من الأطفال فوق سن العامين، حيث تصل تكلفة العلاج للطفل الواحد 2.1 مليون دولار، كما تم استقبال أكثر من 12,000 حالة. مشاهدي تلفزيون الوطن، بكده تكون انتهت نشرتنا. أشكر حضراتكم على طيب المتابعة.